ايوه سامع، سامعني كويس؟ سامح حضرتك، سامح حضرتك ان شاء الله. طيب تمام، نبدأ ولا ايه رايك؟ اتفضل. تمام، ممكن دقائق بس، دقائق سريعة ويعني بسيطة ان شاء الله، هنبدأ على طول بإذن الله. ان شاء الله. فيكم رزق. الو، الو، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. باشمهندس محمد، مع حضرتك مهندس محمد مين يا فندم؟ المهندس محمد عبد الرحمن. اهلا باشمهندس محمد، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. يا الله يبارك في حضرتك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. والمهندس محمود كان بلغني ان في محاضرة الله يعني؟ يبارك في حضرتك يا رب، كل سنة وحضرتك طيب. صح والسلام. أيوه الله يبارك في حضرتك يا رب. في محاضرة هتبدأ دلوقتي، بس هو المهندس أشرف قال لي انتظر، محمد أشرف قال لي انتظر دقيقتين بس. دقيقتين وهنبدأ على طيب. طول. هات طيب سامعني؟ ما فيش مشكلة. انا سامعك. باشمهندس محمد عبد الرحمن أشغال الإسماعيلية؟ نعم حضرتك المهندس محمد عبد الرحمن اشغال الاسماعيليه ولا شركه الاستثمار؟ لا، مهندس معماري. مهندس معماري، اهلا وسهلا فيك. مهندس معماري، يا اهلا وسهلا منورنا، بحضرتك. ربنا يخليك. الله يبارك في حضرتك يا رب، تسلم. ان شاء الله عن جوده الخرسانه في الموقع. نتمنى انها تكون مفيده. طب اخليني معاك ولا اعيد الاتصال كمان مثلا 5 دقائق تاني كده اشوف لا لا لا، خليك الحاسبات انت مش داخل حضرتك دلوقتي عن طريق الزوم. ايوه مظبوط. طريق برنامج زوم. لا خليك معانا، هنبدا دلوقتي ان شاء الله. ايوه انا هستعجل مهندس محمد ماشي. اشرف اهو عشان الناس ما طيب تقلقش. بس لا، انا مع حضرتك. انا مع حضرتك. تمام. باشمهندس أشرف. باشمهندس جوهر، تقدر حضرتك أيوه تفضل. اتفضل نبتدي. تمام. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أسعد بلقاء حضراتكم مرة تانية في اللقاءات الخاصة بالنواحي الفنية الخاصة بشغل الهندسة المدنية والمعمارية. و اختصارا للوقت بس هنبدا على طول ان شاء الله. انا عايز استكمل بس جزء خاص بالنجاره المسلحه. كنا مجهزين في محاضره سابقه انا والمهندس محمد جمال،
والحقيقة الواحد ما سمحش إن إحنا نستكمله يعني. لكن أنا شايف المهندس محمد جمال شاف معايا إنه يعني ده ضروري علشان الصورة تكتمل وفهم يعني عناصر النجارة المسلحة يبقى واضح عن الكمال يعني. هنمر سريعا على النجارة المسلحة الخاصة بالروتين المحس لأنها حالة خاصة يعني. هنبص على الرسم اللي قعدت زميلنا المهندس محمد جمال، هنلاقي إنه الروتين داخلي وجنب خارجي، الجنبين المفروض بيتعمل لهم نجارة زي ما احنا شايفين في الرسم ال 3D اللي قعدته المهندس محمد جمال. أحد الجانبين يستند إلى شدة، وإحنا اتفقنا قبل كده على كلمة شدة، إن معنى كلمة شدة إن هو statically determinate structure اللي هو بيستطيع أن يتحمل الأحمال في اتجاهات مختلفة ويبقى stable. فزي ما إحنا شايفين كده الجنب الداخلي وراه صفين من الأوايل عبارة عن عروق، وفي 3 مستويات للفرضات، مستوى عند أسفل الحائط، ومستوى في التلتين مثلا، ومستوى في التلت الأخراني. المفروض إن الإيلمنتس بتاعت الشدة دي بتتربط مع بعضها ببطء، وعلشان الشدة تبقى ستيبل بالنسبة للأحمال الأفقية يبقى في دياجونال ممبرز مايلة يطلق عليها الصنايعية نهايز. نهايز في الاتجاهين أهي علشان تمنع حائط المميل، وعلشان النهايز تبقى ثابتة في الأرض بيحط وراها عرق، والعرق ده يثبت في الأرض بأسياخ أو خواضير من الخشب. الرسم الثاني يوضح الصورة أكتر، سايد فيو، آدي جنب من الجنبين والجنب الثاني، وورا الجنب الثابت الفيرتيكال في شدة أهي، هوايم ومربطات ونهايز. أما الجنب الخارجي، فالجنب الخارجي يثبت في الجنب الداخلي، يثبت فيه لأن الجنب الداخلي ده ثابت وراه شدة مخليها ثابت، ما بيتحركش قدام ولا ورا، ما بيميلش، ما بيفتحش من تحت. فأنا بعتمد على أثبت جنب وأحط الجنب الثاني متثبت فيه. طيب كيف ينتقل الحمل؟ أيوه باشمهندس جوهر، نعم معلش هو الصوت مش واضح، ممكن الصوت بيقطع جامد، فأنا أستاذن حضرتك، ممكن إيه؟ ألو، ممكن يعني لو في سماعة أو في والله أنا بتكلم في السماعة. طب هل كده الصوت بيقطع أو مش واضح؟ طيب أوكي. الصوت كده مش أفضل، أنا قطعت السماعة يعني. هل الصوت لسه كده بيقطع أو مش واضح؟ سمعني يا باشمهندس محمد؟ انا سامع حضرتك، يا ريت لو في اي حد عنده مشكلة في الصوت او ما عندوش مشكلة يكتب، يعني يكتب تمام لو في لو الصوت واضح عشان نعرف نكمل المحاضرة كويس ان شاء الله. انا كده الصوت عندي واضح وجيد جدا يعني، ممتاز الصوت عندي. تمام، خلاص ممكن. طيب انا برضو للناس اللي عندها مشكلة في الصوت هحاول اكتب لهم على الشات. اتفضل يا باشمهندس جوهر، ممكن نقدر نكمل. تمام اتفضل. زي ما احنا شايفين الجنب الثابت الداخلي اللي وراه الشده في تجليد من الواح اللاتزمه اللي لونها بني غامق دي، وراها في صواري من الموسكي. الصواري اللي من الموسكي دي سبورتد ب3 مستويات من التطاريح موجوده اهي فوق البرنده، قطعه موسكي قطعه موسكي قطعه موسكي. يبقى انا عندي الحمل بيتنقل من الواح اللتظام التجليد بتاع الجنب الداخلي الى الصواري المسكي اللي وراه الى الحطط او التطاريح اللي موجوده مسنوده على البرندات، 3 مستويات اهو فوق بعض. الجنب الخارجي اللي هو المايل اللي فيه ميل ده
بيتربط بالجنب الداخلي بزراجيل. الزراجيل دي عبارة عن فتيلة ملوظة من الحديد المجلفن بتمر داخل الحائط بين الصواري اللي قدام واللي ورا في ماسورة بلاستيك. ده هنبينه دلوقتي. وبتتربط من الجانبين ببلتة وصامولة. لو شفنا الصورة اللي بعد كده ممكن تبقى أوضح. أهي زي ما احنا شايفين عندنا تجليد وصواري، صاري وصاري اهم بيزنقوا بينهم وبين بعض الزرجينة اللي جواها اللي بتمر اسف جوه بليت جوه خرطوم او ماسوره من بلاستيك، وفي صاموله بتربط عليها من الناحيه دي ومن كده. انا بضمن الجنب الخارجي تحت البريشر بتاع الخرسانه مش هيفلت ويبعد، هيتسند بالجنب اللي مثبت على الشد. عندي رسم اخير هيوضح المساله خالص اهو. رسم 3D بيبين التجليد بتاع الجنب الداخلي والتجليد بتاع الجنب الخارجي، الصواري الموسكي اللي بتزنق بينها وبين بعضها الزراجين، واللي بتسند على ثلاث مستويات، مستوى فوق، مستوى في الكلب، مستوى في الكلبتين تحت. كل الكلام ده بينقل الحمض للشبكة اللي بتنقله. الناحية التانية في الجانب الخارجي في صواري بتمر الزراجين من خلالها علشان تربط الجانب الخارجي بالداخلي. يبقى أنا عندي كده سيستم متكامل ستيبل بيتحمل الضغوط اللي في الاتجاهات أو اللي جاية من الاتجاهات المختلفة. كان يهمني قوي انه الزملاء يشوفوا هذا الرسم، لانه الحقيقه بيوضح كويس فكره يعني ايه شده، والشده دي بتشتغل ازاي وبتنقل الحمل ازاي. شده الحيطه بتفسر ده بشكل واضح. عايز اقول هنا نقطه مهمه جدا، ان اللي اشتغل في مواقع مختلفه بمستويات شغل مختلفه هيعرف ان في نوعين من الشغل او مستويين رئيسيين من الشغل. في شده اسمها شده مسمار وشده اسمها شده قمط. الشده اللي احنا شايفينها قدامنا على الرسم دي شده بتاعت قمط، لانها بتتكون من عروق ومن وسكي او من عروق تحديدا، قوائم برندات نهايه عروق. كل ده ما ينفعش يتربط مع بعض المسامير، لان المسمار مش هيربط عرق في عرق. الو باشمهندس جوهر، تحت امرك. ايوه يا باشمهندس، ايوه معلش، اتفضل. هو الناس بتشتكي ان في مشكله في الصوت. طيب ممكن اسال حضرتك معايا باشمهندس خالص؟ طيب يعني اجرب حاجه تانية. الصوت بعيد، الصوت بعيد جدا. او طيب اجرب حاجه تانية كده كده احسن. باشمهندس محمد ايوه يا باشمهندس، كده احسن. كده أفضل. أتمنى الناس برضو تشاركنا يعني رأيها. طيب خد رأي الناس كده، إذا كان كده أفضل نشيل السماعة ونعتمد على السماعات الخارجية بتاعة الجهاز. كده أحسن؟ أتمنى برضو الناس يعني نشوف رأيها، عشان أنا بالنسبة لي يعني سامع إذا كان حضرتك أفضل يعني. يا ريت الناس تقول أفضل. كده افضل يا هندسه. انا تمام، انا بالنسبه لي ما عنديش اتفضل. مشكله، انا سامح حضرتك، انا سامح حضرتك يعني. طيب ارجو لو الزملاء مش سامعين يعبروا عن ده، يعني لو سامعين خلاص اوكي. ايوه باشمهندس جوهر، الصوت كده انقى وافضل. اتفضل حضرتك. طيب الحمد لله الحمد لله. طيب زي ما قلنا ان في نوعين من انواع الشده موجودين في السوق. الشدة الخشبية في منها أو مستويين من الشغل، شدة المسمار وشدة القمط. شدة المسمار اللي بيشتغلوا بيها في شغل الأهالي، والحقيقة إنها بتطلع خرسانة شكلها كويس إنما مضمونها مش كويس، لأنه في النهاية أنا علشان أعمل شدة خرسانة جيدة لازم بلتزم بنسب معينة، وهذه النسب
ما بقدرش ازود فيها رمل، ما بقدرش ازود فيها ميه، فالخرسانه لو ما اتهزتش كويس ما تعشش. ولو النجاره بتاعتها ضعيفه، نجاره مسمار، مش هعرف اهزها كويس. هم بيستعيضوا في شغل السوق بانه يزود الرمل ويزود الميه، ففي النهايه يحصل على خرسانه شكلها كويس بس اجهادها ضعيف، مقاومتها للضغط ضعيفه، علشان تتناسب مع التقويات الضعيفه اللي بيشتغل بها المقاول. اما بالنسبه للشده بتاعت القمط زي اللي احنا شايفينها دي، هذه الشده تستطيع انك تستخدم الهزاز بالقدر الكافي اللي يتناسب مع الخرسانه اللي النسب بتاعتها مظبوطه علميا زي الكتاب ما بيقول، ففي النهايه تحصل على خرسانه شكلها جيد ومضمونها جيد. يعني هنتقل بقى من الجزء ده اللي كنت حريص بس على ان الناس تشوفه الى المحاضره اللي هنتكلم فيها النهارده، وهي جوده الخرسانه في الموقع. اذا كنت انا مهندس بشتغل في مواقع، سواء كنت مهندس اشراف او مهندس تنفيذ، المهم ان انا بشتغل في مواقع، فانا قد اكون مريت باحد المواقف الاتيه او همر بيها. ما هي المواقف؟ ان انا عملت مكعبات قياسيه في يوم من الايام، وانا كنت مستخدم خامات كويسه ومسيطر على نسب الخلط، حط خلط مركزي، وفي النهايه المكعبات سقطت. هذا الموقف يتعرض له كثيرا المهندس اللي بيشتغل جديد في المواقع. والحقيقه انه يعني في فيري باد اكسبيرينس بتحصل للمهندسين بسبب هذا الموضوع، انه يقول لك ايه، ازود نسبه الاسمنت في المكعبات، ويبتدي بقى ايه يغير ذمته ويغير ضميره عشان في النهايه المكعبات تنجح، ويبقى الملف بتاع العمليه فيها ورق بيقول ان المكعبات اتخذت. الصوت في مشكلة معذرة. من الممكن ان انا اكون في يوم من الايام صبيت خرسانة، وانا متصور ان الخرسانه دي خرسانه جيده، ده احد المواقف اللي ممكن اتعرض لها، وبعدها بفتره الاقي الخرسانه دي حصل فيها عيوب. العيوب دي ايه سببها؟ ايه اللي انا يعني سهي عليا، او ايه اللي انا لم اراعيه خلاني احصل على خرسانه غير جيده، يظهر فيها عيوب في المستقبل، يحصل فيها شروخ. الحقيقه انه ده اللي يخليني محتاج ان انا اعمل خرسانه جودتها عاليه، لان الخرسانه هي عمر المنشأ وهي روحه. هو ده سبب موضوع المحاضره بتاعت النهارده، اللي هو جوده الخرسانه في الموقع كماده خام. علشان احصل على خرسانه جيده لازم تحقق شويه العناصر الاتيه. الخرسانه دي تديني كحد ادنى مقاومه ضغط المطلوبه اللي حطها الديزاينر على الرسومات، واللي افترض انه السيو 28 بيتحمل اجهاد كسر قدره كذا. الحاجه الثانيه
إنها خرسانة تعطي قابلية للتشغيل تتناسب مع القطاعات الخرسانية وظروف التشغيل في الموقع. يعني مش معنى إن أنا أحصل على خرسانة مقاومتها للضغط جيدة إنها تبقى غير قابلة للتشغيل، لازم تحقق الحاجتين مع بعض. الحاجة الثالثة إن الخرسانة على المدى الطويل أو المدى الافتراضي هو المناسب. الحاجة الرابعة إن أنا مش علشان أحصل على خرسانة تحقق الشروط الثلاثة اللي فوق أزود فيها الأسمنت اللي هو بيعتبر أغلى مكون من مكونات الخرسانة، وأقول إن أنا كده وصلت للحل السليم. لا، ده مش مظبوط. أنا المفروض إن خرسانة من رتبة معينة ولها نسبة أسمنت معينة أحقق بيها أعلى إجهاد، أعلى تشغيلية، أوصل بها للعمر الافتراضي المطلوب. يعني معناها إن مش علشان أحقق أهدافي من الخرسانة بدل ما أحط 7 شكاير في المتر أحط 9، كده أنا لم أراعي الجانب الاقتصادي. في يعني خرسانات أخرى بيكون لها استخدامات خاصة، خرسانة تقاوم البري، خرسانة تقاوم الاحتكاك، على حسب الاستخدام من الممكن يبقى لها خصائص أخرى مطلوبة علشان تبقى خرسانة كواليتي بتاعتها كويسة. في نقطة لازم الناس تعرفها بشكل جيد، لازم الناس تعرف إنه أعلى عنصر، أعلى بارامتر بيخلي الخرسانة مقاومة الضغط بتاعتها تبقى عالية كثافتها. يعني المكعب اللي أخده من الخرسانة يبقى وزنه عالي. طيب وأنا علشان أحقق الكثافة العالية دي أعمل إيه؟ لازم أبص لمكونات الخرسانة، هلاقي إن أنا عندي ركام كبير وركام صغير وأسمنت ومية وإضافات. الركام الكبير والركام الصغير كثافتهم قريبة من بعض، حوالي 2.65 كيلو جرام على سنتيمتر مكعب، جرام على سنتيمتر مكعب. الأسمنت 3.15%، 3.17%. أخف مكون في الخرسانة هو المية، عشان كده لما المية بتزيد في الخرسانة كثافتها بتقل فمقاومتها للضغط بتقل. عشان كده احنا دايما نقول قلل المية في الخرسانة، وهنشوف ده قدام. لكن عموما اللي بيحدد لي في النهاية نسب الخلط، هحط ميه قد ايه، هحط ركام كبير قد ايه، هحط ركام صغير قد ايه، هحط اسمنت قد ايه، هحط اضافات ولا مش هحط، هي تصميم الخلطه. واحنا النهارده هنتكلم عن تصميم الخلطه مش عشان نبقى مهندسين معمل نصمم خلطه، لا، عشان نبقى مهندس موقع وابقى فاهم لما بطلب من المعمل يصمم لي خلطه المعمل بيعمل ايه، وفي النهايه بيديني نتائج ايه، وفي النهاية أستخدم ده في الموقع إزاي. فتصميم الخلطة زي ما بنقول هو تحديد نسب مكونات الخلطة الخرسانية اللي بتحقق مواصفات الخرسانة المطلوبة وأهمها إجهاد الكسر في ظل قابلية التشغيل مطلوبة، في ظل نفاذية إذا كانوا عايزين نفاذية محددة بدرجة معينة أو أي مواصفات تانية، وفي نفس الوقت تحقق العنصر الاقتصادي. علشان أصمم الخلطة في سلسلة من الاختبارات بتتعمل قبلها، والاختبارات دي تحديداً بتجرى على الأسمنت والركام. مش هنتكلم على اختبارات الأسمنت لأنه احنا في النهاية في أنواع من الأسمنت معروف في السوق إنها أنواع معتمدة، كل جهة معتمدة أنواع من الأسمنت. احنا عندنا في قناة السويس كان أسمنت السويس أسمنت معتمد وأنواع أخرى، بس كان افضل نوع من انواع الاسمنت هو اسمنت السويس، وجريت عليه اختبارات كتير في معامل حكوميه وجاب نتائج كويسه. لكن هنتكلم باستفاضه شويه عن الاختبارات اللي بتعرض لها الركام. الركام بتعرض المطلوب انه نعرف منها حاجتين،
الحاجة الأولانية هل هذه النوعية مطابقة للمواصفات ولا لا؟ ثانيا ما هي نسبة الخلط التي تعطيني أعلى مقاومة للضغط وأعلى تشغيلية أنا محتاجها؟ هنمر سريعا على الاختبارات التي تجرى على الركام علشان نعرف الاختبار هو يا ترى الركام ده، يا ترى السن ده والزلط ده هو من الكثافة بحيث انه يديني خرسانة قوية ولا لا؟ وده بعيدا عن نسبة الفراط اللي موجودة فيه، هو كخامة حتة السن دي كثيفة ولا هشة مسامية؟ الحجوم منها فبطحنها بجففها اوزنها اذا بحسب نفسي حاطط رينج معين لكثافه للكثافه الخاصه بالركام بغض النظر عن نسبه الفراغات اللي فيه. في نوع اخر من الاختبارات وهو الوزن الحجمي، يعني لو انا حبيت احسب الركام بالفراغات اللي فيه واضعا في الاعتبار الفراغات اللي فيه، ده بارامتر اخر. هل الركام ده تدربه بيخليه كثيف ولا هو مقاس واحد فالفراغات ده من بعضه كتير ففي كثيفه؟ احنا حاطين عنا على انه كثافه الخرسانه هي اهم بارامتر بيخليني احصل على خرسانه مقاومتها للضغط عالي، فانا عمال بشتغل على الكثافه اهو. وادي الادوات المستخدمه لقياس الحجم والتجفيف والوزن. في نقطه ثانيه تؤثر تاثير غير مباشر على الخرسانه وهو نسبه المواد الناعمه، وهنا لازم نقف وقفه كويسه قوي. احنا كنا زمان بنغسل الزلط علشان ننقيه من المواد الناعمه. واحد زميل قديم اقدم مني كمان بيسالني بيقول لي هالناس ما بقتش تغسل الزلط من زمان ليه؟ قلت له والله ده نوع من انواع الاستهانه بجوده الخرسانه. اصبح بيجي سن وبيجي زلط، ايام كان بيجي زلط فيه نسبه مواد ناعمه كتير. طب المواد الناعمه دي بتاثر في الخرسانه ازاي؟ بتأثر الحقيقة في الخرسانة من وجهين أساسيين. لا فاهم عارف إني أتخلى عن قد إيه من جودة الخرسانة. المواد الناعمة في الخرسانة بتأثر من وجهين أساسيين مباشرين وأوجه أخرى ثانوية. الوجه الأساسي الأول إن المواد الناعمة علشان تتلف وتشتغل والخرسانه تبقى قابله للتشغيل في وجودها بتحتاج ميه كتير جدا. بالظبط عجينه بدقيق، الدقيق يستجيب ويتحول لعجينه، لان الماده تتحول من طيبات الى عجينه والعجينه دي ينفع تتلف لازم كل حبيباتها تغلف بالميه. وكلما الماده ناعمه كلما كانت المساحه السطحيه لحبيباتها عاليه جدا ولا نهائيه، فالميه اللي بتحتاجها الخرسانه. حد كاتب الصوت مش مظبوط يا باشمهندس، طب ممكن تديني نص دقيقه احاول اشوف سماعه اخرى عشان خلالها نص دقيقه. طيب هو
هو حضراتكم سامعيني انا كويس طيب، ولا هو الانترنت عند مهندس جوهر في مشكله؟ انا تمام، انا هيك سامعك يا باشمهندس. يعني انا انا صوتي كويس مسموعه؟ واضح، ممتاز. اوكي، هو واضح ان في مشكله. صوتك واضح لكن بس الاستاذ صوته ما واضح. باشمهندس جوهر، واضح الانترنت ممكن يكون في انستيبل. محمد بونس محمد، طيب المشكله دي؟ ايوه انا ما حضرتك. صوتك انت مسموع لك، المهندس جوهر هو صوته اللي بيقطع. هو المهندس جوهر فعلا انا برضو ساعات بسمعه كويس وساعات كتير بسمعه مش واضح، بحاول اترجم اللي بيقوله بس. حاضر، لكن انت صوتك بالنسبه لنا كويس مسموع. احاول اقرب من راوتر كده، جايز المشكله خاصه بالنت. هو غالبا المشكله خاصه بالانترنت. يس. طيب انا هحاول اطلع في مكان قريب من الراوتر، ويا رب يكون دي مدينه كويسه. يا ريت. معلش، هو مهم بصراحة، الواحد لازم يركز فيه يعني وعايز يسمعه. ايه يا باشمهندس، انا كده قريب من الراوتر. باشمهندس جوهر، انا كده هكمل بس كلام حوالين، وبرضه قولوا لي الصوت كويس ولا لا، وحد يا ريت يكتب لي. يعني بالنسبة للمواد الناعمة في الركام، المواد الناعمة كنا بنقول انها بتأثر من خلال أكثر من وجه، أهمهم انها بتمص مية كتير. لما بتمص ميه كتير علشان تبقى قابله للتشغيل، بتخفف وزن الخرسان، لان الميه هي اخف مكون من مكونات الخرسان. الصوت كده واضح يا جماعه؟ احسن. الو. والله يا باشمهندس احنا سامعينك لكن مش احسن. طيب هنجتهد برضه ان يكون افضل ان شاء الله. يعني بقول انه الوجه الاولاني هو انه الميه بتطلب بشكل اكثر شراهه، فبتخفف وزن الخرسانه، فبتقلل مقاومتها للضغط، بيبقى شكلها حلو زي الفل، وتتفك تبقى زي الرخام، وخرسانه ما تتحملش 180 كيلو ولا 170 كيلو على سنتيمتر مربع. الحاجه الثانيه انها بتغلف حبيبات السن، هذه المواد الناعمه بتخلق حاجه كده زي الغباره كده، تغلف الزلطه او حته السن، فما تمنع الاجزاء اللي بين عجينه الاسمنت والميه وبين السن. فلما يجي المكعب يتكسر على سطح حته السن، مش يتكسر من خلال حته السن، وده بيبين قوي اذا كان جيد ولا ضعيف ما بين السن وما بين عجينة الأسمنت. لما أشوف الكسر بتاع المكعب بيتحرى أسطح السن وماشي حواليها، أعرف إن دي فيها مواد ناعمة على طول. الخرسانة الجيدة تتكسر عند حتة السن، تلاقي حتة السن أو حتة الزلط اتكسرت حتتين، بس ده ممكن يكون نتيجة إن الوزن النوعي اللي عملنا عليه تشيك في الأول لحتة السن قليل، فهي كثافتها ضعيفة فهشة فتتكسر بسهولة. لكن إذا كان السن قوي واتكسر، يبقى معناها إنه الخرسانة اتحملت كثيرا لغاية ما اتكسرت. يبقى إذا أنا برفض الزلط أو السن اللي فيه مواد ناعمة، لأنه بيأثر تأثير مباشر وغير مباشر، من ضمن هذا التأثير على الخرسانة إن بعض هذه المواد الناعمة بتكون مواد ضارة، تكون أملاح فيها كلوريدات مثلا. الأملاح اللي فيها كلوريدات بتاكل الحديد، التربة اللي فيها كبريتات بتاكل الأسمنت. لا أنا سامع حد بيسأل، بس أنا مش سامع الصوت كويس.
بعد الاختبار بتاع المواد الناعمة أهم اختبار بيتعمل للركام هو التدرج الحبيبي. إحنا مش هنتكلم على التدرج الحبيبي علشان نبقى مهندسين معمل، هذا الموضوع له ناسه، لكن أنا لازم أبقى عارف التدرج الحبيبي بتتعمل ليه وبستنتج منه إيه، بحيث لما يجيني تقرير المعمل أعرف أقراه وأعرف أستخدمه. وكمان أنا لما بقدر أعمل اختبارات كثيرة بعينات بوديها المعمل وأشوفها أنا عيني بتتدرب على ما هو الركام الجيد بدون ما أحتاج تجربة، ما هو الركام الجيد وما هو الركام الغير جيد. التدرج الحبيبي باختصار بيعرفني مكونات السن ده من حيث الحجم، نسبة اللي بيعدي من المنخل الفلاني كام ونسبة اللي بتحجز على المنخل الفلاني كام. احنا كلنا عارفين التجربة دي، يعني نسبة المحجوز والمار من المناخل، بحيث انه في النهاية اقدر ارسم كيرف يعبر عن مكونات هذا النوع من السن. الحقيقة بيفترض ان المواصفات الفنية بتاعة المشروع بتبقى مدياني كيرفين اتحرك في وسطهم، يعني بعد ما استنتج الكيرف بتاع ايه الادوات اللي بتستخدم في العمليه المناخل القياسيه والاوزان عشان بوزن العينه كلها، وبرجع اوزن المار على كل المحجوز على كل منخل، وبرسم المار من كل منخل وعلاقته بالمنخل، والمهم ان انا في النهايه بحصل على شويه نتائج. اول حاجه فيهم المنحنى بتاع التدرج الحبيبي، لو يقع ما بين المنحنيين اللي بيمثلوا اقصى اليمين واليسار للركام يبقى انا شغال مظبوط، لو ما كانش يبقى لازم اغير نوعيه الركام. الحاجه الثانيه حاجه اسمها معيار النعومه. الحاجه الثالثه المقياس الاعتباري الاكبر للركام. كل ده انا بعمله علشان اوصل في النهايه الى خرسانه كواليتي بتاعتها مقبوله. احنا قلنا ان التدرج الحبيبي هو عباره عن نسبه الركام المحجوز على كل منخل، وهو بهذا يعبر عن مقاسات مكونات الركام. وادي المنحنيين اللي بيجمد بينهم لي اللي انا مفروض المنحنى بتاعي يقع في وسطهم ما يتجاوزهمش، لو تجاوزهم لفوق يبقى فيشن، لو تجاوزهم لتحت يبقى ناعم اكتر من لازم. معيار النعومه هو عبارة عن تجميع نسب المحجوز على جميع المناخل مقسومة على 100 عشان دي نسبة مئوية، وهو يعبر عن نعومة الركام أو خشونته، كل ما صغر كل ما يكون ركام ناعم والعكس صحيح. الرينج اللي بشتغل خلاله بالنسبة للرمل اللي هو الركام الناعم، المفروض إن معاير النعومة يتحرك ما بين 2 و 73%، بالنسبة للزلط من 5 ل 8. اخر بيان باخده من المقياس او قبل الاخير المقياس الاعتباري الاصغر للركام، وده الاسم اللي بطلقه على نوع الركام، هو مقاس اصغر منخل يسمح بمرور من 95% الى 100% من الركام، او ما اقول الركام ده 40، يعني المنخل 40 يحجز يسمح بمرور 95% الى 100% منه. أهم رقم باخده نسبة المار المحجوز عليه. البيانات اللي فاتت دي باخد بعضها واستخدم منها تصميم الخلط. عندي طريقتين لتصميم الخلط، الطريقة الحجمية وطريقة الكثافة القصوى. الطريقة الحجمية دي هنمشي معاها واحدة واحدة كده لأنها بسيطة وفي جزء كبير منها حسابي وافتراضي علشان اوصل لخلطه اجربها، لو نجحت تبقى الطريقه ماشيه مظبوط. انا عندي ثلاث حاجات معلومه، مقاومه الضغط المطلوبه بجيبها من على اللوحه، انا عندي من تجربه من التجارب اللي عملتها على الركام التدرج الحبيبي للركام المحجوز على كل منخل، والارقام اللي انا استنتجتها واللي اتكلمت عليها من التجارب السابقة. أنا عندي اللي عملتها برضه على كم كثافات كل المكونات، كثافة الرمل وكثافة السن أو الزلط
كشفت الأسمنت وهكذا. أول رقم بفترضه هو نسبة الأسمنت في الخلط. في عملية إمبيريكال كده، لو أنا مطلوب مني جهاد مثلا 250 أحط عليه رقم 50 زائد 50 يديني الحد الأدنى لنسبة الأسمنت اللي تتحط على الخلطة في الجهاد. طيب أنا عايز أحدد نسبة المية. نسبة المية تتحدد في الخرسانة عن طريق حاجة اسمها Water Cement Ratio. الووتر سيمنت ريشيو هي من نص من 4 من 10 لنص. يعني اذا كان عندي 350 كيلو جرام اسمنت بيتحطوا على المتر، بيتحط عليهم 175 لتر تقريبيا. مساله يعني قابله للتجربه. من اختبار التجرب الحبيبي بشوف المار من منخل 4 قد ايه والمحجوز عليه قد ايه. هو ده الخط الفاصل بين نسبة السن الناعم ونسبة السن الخشن. المحجوز طبعا هو الخشن والمر هو الناعم. يبقى انا كده حصلت على نسبة الاسمنت، كل ده تقريبي، نسبة المية، نسبة السن الخشن، نسبة الركام الخشن، ونسبة الركام الناعم. ابتدي اجرب الخلطة دي واعمل منها مكعبات واكسرها واشوفها هتجيب النتيجة المطلوبة ولا لا. جابت النتيجة المطلوبة أهلا وسهلا، ما جابتش يبقى في حاجة لازم تتعدل. إما أزود نسبة الأسمنت أو إما أستخدم إضافات، وهنتكلم على الإضافات دي بتعمل إيه. لما بحصل على نسب أقدر أحولها من حجمية إلى وزن والعكس باستخدام الكثافة. طبعا الوزن يساوي الكثافة في الحجم. كده أقدر أحصل على مكونات الخرسانة وزنيا أو حجميا. الطريقة التي أفضلها أنا هي طريقة الكثافة القصوى، لأن الطريقة دي بتحط إيدها على كبد الحقيقة. الخرسانة تصبح قوية كلما كانت كثافتها عالية. أنا شخصياً لما كنت بختبر مكعب وأحطه على الميزان الأول بعرف إن كان هينجح ولا يسقط. لو وزنه عدى رقم معين يبقى هيعدي في التجربة. الطريقة دي زي ما قلنا بتعتمد على فرضية أن الخرسانة تصبح أكثر مقاومة للضغط لما تكون كثافتها أعلى. بنجرب الخلطة زي ما قلنا ان وزن الاسمنت في المتر بيساوي اجهاد الكسر 50، ده الحد الادنى. اقدر اخليهم 75، اقدر اخليهم 100، لكن طبعا انا ببدأ بالاقل مراعاة للجانب الاقتصادي لغاية ما اوصل لاجهاد الكسر المطلوب عند نسبة الاسمنت المعقول. وحدد المية نفس الكلام، وابتدي اعمل خلطات متنوعة. ايه اللي بيختلف فيها؟ بيبقى ثابت فيها نسبة الاسمنت وثابت فيها نسبة المية وثابت فيها كل حاجة ما عدا نسبة الزلط للرمل. وارسم كيرف ما بين العلاقة ما بين نسبة الاسمنت السن والرمل واجهاد الكسر او الكثافة التي تنتج عن هذه الخلطة واجهاد الكسر، واخذ الماكسيمم في اجهاد الكسر. يبقى هي دي الكثافة وهذه نسبة الخلط التي تحقق أعلى إجهاد لمقاومة الضغط بالنسبة للخرسانة. طيب باشمهندس جوهر. نعم. تفضل. في سؤالين بس قبل ما نتكلم. تفضل. تفضل باشمهندس محمد. باشمهندس فايل بيقول كيفية حساب وزن الركام من الخطوة السابقة. احنا قلنا يعني هل هو الباشمهندس يقصد في طريقة الكثافة القصوى؟ هل هو ده المقصود؟ باشمهندس اتمنى لو هو سمعنا او
انا هضطرب الطريقه الحجميه. انا عندي منخل 4 هو اللي بيفصل ما بين الرخام الناعم، ما يقال عليه رخام ناعم ورخام خشن. هفترض ان اللي اتحجز على المنخل كان مثلا 800 جرام والمر 400 جرام، يبقى معناها ان نسبة السن الخشن او المكون الخشن للمكون الناعم 2:1. يبقى لما اجي استخدم سم ورمل استخدمه بنسبة 2:1. طب طلعت 2.5:1، تستخدم نسبة 2.5:1. السؤال الثاني يا تمام، هو ده المنخل رقم 4، هو ده الفاصل ما بين هو الفيصل فاصل ما بين الخشن والناعم. تمام. السؤال التالي يا باشا، السؤال الثاني، ليه تم استبدال الزلط في الفترة الأخيرة بالسن؟ ده المهندس مصطفى أيمن. بص يا سيدي، إذا ما عقدنا مقارنة بين الزلط والسن هنقول للآتي: الزلط أفضل من السن من حيث إنه مادة خاملة تماما. الزلط مادة لو اتحطت في مية نار مش هتتفاعل، لكن إنما السن لو حطيناه في مية نار هيتفاعل. 2، الزلط بيبقى موجود في الطبيعة بطريقة ممكن فصله عن المكونات اللي حواليه، يعني مجرد الهز يخلي الزلط يتفصل عن التراب اللي حواليه أو الحمرة اللي حواليه. إنما السن بيبقى مختلط ببودرة صعب فصله، دي حاجة تانية تميز الزلط عن السن. حاجة التالتة، السن اللي يصلح للاستخدام في الخرسانة هو ليس كسر حجر جيري، ده كسر دولومايت، اسمه سن دولومايت، لونه بيبقى رمادي، ما بيبقاش موجود في الطبيعة بطريقة بيور، لازم يبقى مختلط بشوية حجر جيري سواء على هيئة سن أو على هيئة بودرة. دي نقطة أخرى تحتسب لصالح الزلط على السن. النقطة الأخيرة اللي تحتسب لصالح السن على الزلط، إن السن بيدي إجهاد كسر أعلى. في الوقت اللي الزلط بيدي فيه إجهادات في 200 و300، السن ممكن يديك لغاية 400-450. لكن كون إن الزلط مادة خاملة ده يخليه مور ديورابل، يقدر يقاوم مية المجاري عن السن. النقطة الأخيرة، إن الزلط لم يعد متاحاً لسيطرة بعض الجهات الأمنية على محاجر الزلط، وكل اللي بيشتغل في المجال ده أعتقد عارف الموضوع. يا رب أكون وفيت السؤال يعني الإجابة. بشمهندس محمد. أيوة بشمهندس. حضرتك سامعني؟ تمام سامع حضرتك. تمام، نستمر؟ تمام، ممكن نستكمل وبعد كده ناخد بعض الأسئلة الأخرى. تمام. أخرى يعني. بشمهندس جوهر. طيب. بس في استفسار حضرتك بس صغير كده قبل ما حضرتك تكمل. طيب بالنسبة للعمر الافتراضي للخرسانة بالنسبة للزلط فيها وال... اتفضل. أيوة. طيب اتفضل حضرتك اتفضل. لا 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 لا، واضح ان انا فهمت غلط. لا انا كنت ايوه، لا انا كنت بسال على العمر الافتراضي اللي لخلطه خرسانيه مكونه من يعني العنصر اللي فيها زلط، وعمر افتراضي لنفس الخلطه الخرسانيه العنصر فيها حجر الدولومايت تحديدا. عايز اقول انه الزلط ماده خامله، فيبقى يفترض انه مور ديورابل عن السن، لكن ما فيش حاجه مطلقه. يعني لو زلط في تراب هيبقى اذا ما قارنته بسن نظيف هيبقى السن احسن، لكن بشكل عام الزلط
لانه خامل تماما ماده خامله. بقول لو حطيت شويه زلط في ميه نار مش هيتفاعله غير السم. فعلشان كده لو قدرت تشتغل بالزلط يبقى احسن. انما السن هو اللي متاح دلوقتي. اقدر استمر حضراتكم؟ اه اتفضل. شكرا يا باشمهندس على الافاده. اتفضل. الخرسانه علشان تبقى ديورابل احنا جاوبنا على جزء منها. اكتر حاجه بتاثر على عمر الخرسانه وانا اشتغلت في ترميم منشآت خرسانية في هيئة قناة السويس كتير، في بلاطات، في أعمدة، في قواعد، أكتر حاجة بتبوظ الخرسانة هي كلوريدات. لأن إحنا يعني إحنا مش معفيين أبدا من إنه الرمل بالذات بتاعنا يبقى فيه كلوريدات، خصوصا إذا كنت في منطقة قريبة من مسطحات مائية فيها بحر زي بحيرة التمساح اللي جنبنا في إسماعيلية، بحيرات المرة أو خليج السويس في السويس أو البحر في بورسعيد، بيبقى في اختلاط بمياه جوفية أو مياه سطحية فيها نسبة من الكلوريدات. خطورة الكلوريدات على الخرسانة إنها بتاكل الحديد. أنا اشتغلت في ترميم منشآت في الإسماعيلية كان فيها نسبة الكلوريدات 7 أضعاف المطلوب. كنت فيه تقشر العمود تلاقي الحديد شويه بودره، الكلوريدات كلته. الحاجه الثانيه الكبريتات. الكبريتات مصدرها في الغالب ميه مجاري، ميه صرف صحي، ولذلك تلاقي الحمام والمطبخ لانهم بيشربوا دايما ميه مجاري، لان الصحي معمول مش مظبوط والعزل معمول مش مظبوط. برضو تأثيرها رديء جدا، بس مش على الحديد، تأثيرها رديء على الأسمنت. علشان كده أنا علشان أحصل على خرسانة ديورابل لازم أراعي إني أستخدم أفضل رمل ممكن وأفضل سن ممكن من حيث خلوهم من الأملاح، لأن الأملاح بتاكل في جسم المنشأ على اللونج ران. الحاجة التانية اللي أعملها الطبقات العزلة. كل ما هو معرض لردم أو معرض لسطح مية لازم يتعزل، ويتعزل كويس جدا. في نقطة خطيرة جدا دايما بحب أقولها بالنسبة للعزل، يا جماعة أي عزل أساسه بتوميني هو كويس جدا في الحتة اللي هو عزلها، بيعزل قاعدة، القاعدة تبقى كويسة، بيعزل رقبة عمود، رقبة العمود بتبقى كويسة، بيعزل ميدة تمام، بيعزل سقف بلاطة سقف في حمام تمام. لكن لما باجي اطلع بيه فوق الاليمنت ده عشان اعمل اوفرلاب ما بعرفش اعمل فينش فوق منه، ما بعرفش اشطبه. ولذلك كل العزل البيتوميني النهاردة بقى موضة قديمة، والمستخدم هو العزل الأسمنتي، لأن أقدر أعزل القاعدة عزل أسمنتي وأطلع بالرقبة، وأطلع فوق الرقبة بمتر فوق البلاط وفنش المتر ده. يبقى أنا علشان أضمن إن عندي خرسانة ديورابل هتعيش، أضمن إن مفيش فيها مواد ناعمة ولا فيها أملاح هتبهدلها على اللونج ران، انها تتعزل كويس. يعني انا لو عندي عزل كويس وبكشف على اساسات مبنى انا بلاقي العزل ده، بلاقي الاليمنت المعزول ده كويس جدا. المشكله كلها بتبقى في ال 50 سم اللي فوق البلاط. ال 50 سم اللي فوق البلاط دول بيشربوا ميه ومفيش عزل فوق منهم. عشان كده انا لازم اطلع بالعزل اعلى من منسوب البلاط، يعني اعزل المردوم والمدفون ده واطلع فوق منسوب بلاط الدور الارضي او بلاط الرصيف بمتر بالعزل، بس بشكل اقدر افنشه. طب اقدر افنشه ازاي؟ ان انا استخدم فيه عزل اسمنتي. طيب باشمهندس جوهر، انا اتفضل يا فندم. هو مهندس فادي بيقول ازاي نعرف نسبة الاملاح
حضرتك بتودي عينه قبل قيام حضرتك بتودي عينه من السن اللي هتستخدمه او الزلط وعينه من الرمل توديها المعمل. في المعمل بيعملوا كيميكال تيست عليها وبيحددوا النسبه وفي الكود موجود النسب المسموح بيها من هذه الاملاح. حضرتك لو دخلت على الكود المصري والمواصفات اللي هتبقى موجوده في العقد فيها نفس الكلام، فيها الحدود القصوى لنسب الاملاح دي. تمام تمام. طيب الاختبارات اللي انا بديها في المعمل في الموقع ودي كلنا عارفينها، بس انا هتكلم على جوانب خفيه فيها يعني علينا ان احنا نراعيها عشان نطلع نعمل شغل مظبوط. يعني في سؤال حيرني انا شخصيا يعني في بدايه شغلي وانا لسه عندي خبره سنه او سنتين، ليه المكعبات كانت بتسقط مني؟ ولذلك انا كنت حريص على ان انا اتتبع كل الاسباب اللي ممكن تخلي المكعبات تسقط لو الخرسانه كويسه. يعني انا جايب زلط نظيف جدا وجايب رمل كويس جدا، رمل حرش زي الفل، وعامل اختبارات عليهم والمكعبات كانت بتسقط، وعامل كنترول على الميه مفيش فايده. ارجوكوا بقى خلوا بالكم تفشل المكعبات لاحد الاسباب الاتيه: رداءة مكونات الخرسانة، إذا كنت بستخدم زلط مش مظبوط أو رمل مش مظبوط. طب إذا كنت أنا بستخدم دول المكعبات بتسقط. أنا النهاردة ماشي في شارع الثلاثين ناحية السنترال كده، لقيت بيصبوا خرسانة وجايبين لودر قطة وبياخدوا سن بالمغرفة من هنا وغرفتين من هنا وغرفة من هنا، وادعوا إن هذا ضبط بنسب الخلط. ده كلام فاضي وتهريج. وهذا الكلام عار على المهندسين ان هم عادوا بيسمحوا بيه. عار. يعني المفروض الناس بتتقدم في الصنعه مش بتتراجع. كون ان اجيب لودر معبي معلقه بالنظر من هنا ومعلقتين من هنا واقول ان انا عامل كنترول على نسب الخلط يبقى انا بهجس. لا. وانا اتمنى ان الناس تتوسع في انها تصب من خلال محطات خلط مركزيه، لان الخرسانه اللي بتتخلط في الموقع دي عكس ما بعض المهندسين بيفهموا هي خرسانه رديئه في الغالب. ابسط الامور مفيش كيل مظبوط، ناس بتكيل بالبراويطه وناس بتكيل بالغلق وناس بتكيل باللبر القطه، حاجة يعني بقت حلوة خالص. الحاجة التانية مفيش معيار للمية. ده المية دي اللي بيظبطها الولد اللي قاعد على الخلاطة، والولد اللي فوق بيشاور له يقول زود المية حلها يلا بإشارات كده بإيديهم، زود يلا الرملة شوية كده. وفي النهاية أرواح ناس. أنا مش هيعنيني ده كتير لأن كلنا نعرف الصح فيه من الغلط. الغامض عندنا هو المكعبات. اللي الناس ما تعرفوش خد بس الشعار ده كده، المكعب ده عباره عن بيبي لسه مولود. هذا الكلام قاله لي الله يرحمه عم سيد فضلون في مركز ابحاث هيئه قناه السويس، وده راجل اتعلم من الخواجات. ولما المكعبات بقت تسقط مني رحت له قلت له عم سيد تعال ليه نعمل مكعب ازاي؟ قال لي يا ابني المكعب ده بيبي لسه مولود. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي نمرة واحد، المكعب ما يتعملش في الشمس. اكتبوا ده يا جماعة، المكعب يتعمل في حتة ظل، لانه لما بيتحط في الشمس المية بتتبخر والإماهة المطلوبة لإتمام تفاعل الأسمنت ما بتتمش. في أهم مرحلة، مرحلة الشكل الابتدائي، يبقى أول حاجة المكعبات تتعمل في الظل، تتعمل على سطح هوريزونتال
ما تتعملش على سطح مايل ولا على سطح مقلل. الحاجة الثالثة ان انا لازم اشيك على ابعاد المكعب بالبوكليز، لو هيشتغل عندي المكعب ده للمرة الاولى في الموقع لازم تبقى ابعاده متساوية ومتعامدة، والا لو في ميل في احد الجوانب واحط انا المكعب ده على بين الفكين بتوع المكنة يبقى انا بختبر السوكة بتاعت المكعب مش بختبره هو، ويحصل فيلير مبكر. النقطة الثالثة ان المكعب ده ما حدش يهوب ناحيته لمدة 24 ساعة، لا يتهز ولا يتشال من مكان ولا يتفك، ولما يتفك المكعب يتفك بالراحة جدا، لانه اقل خطأ احنا بنسيب العامل ونقول احنا بنفك المكعبات ونحطها في البرميل يقوم جايب قمطه ويدب يدب في المكعب يشنشنه، لا ده عايز يتفك بمفك بالراحة خالص كده وواحدة واحدة يفتح ويطلع المكعب بالراحة ويتحط في قلب المية او يتحط بالحديد بتاعه. بس وانا بحط المكعب في قلب الحوض او البرميل بتاع المية اراعي حاجتين، لازم المية تبقى نظيفة تماما، مية شرب ينفع اشرب منها. نمرة اتنين، ما سيبش المكعب يتهبط في قاعد برميل احطه من فوق ودب ومنازل مخبوط ومشنشن برضه، احط ايدي تحت المكعب واشمر فمي كده وانزل لغايه ما اخليه يرسى على القاع. لما وفي اثناء ما انا بعمل المكعب اراعي ايه؟ اراعي ان انا ال 25 دقه اللي بدقهم يتوزعوا في جميع ارجاء المكعب، ما فيش في النص بس. مش انا قاعد بتكلم واحد وعمال ادق المكعب كده وما انش شايف انا بدق فين، لا ده انا لازم اوزعه في جميع ارجاء المكعب في النص وعلى الاطراف وفي الاركان. الحاجه الثانيه، لو انا بعمل في طبقه، لو انا بدمج في طبقه من الطبقات الثلاثه، ابقى قايس ارتفاع السيخ مع ايدي كده بحيث انه السيخ ينزل لنص الطبقه اللي تحتي ما يتجاوزهاش. الحاجة الثالثة والمهمة جدا، احنا بنقول الخرسانة، شوف هنا فهم الاساس العلمي يخليني اعمل حاجة مظبوط، الخرسانة بتبقى قوية جدا كل ما كانت كثيفة جدا. اقوم اجي في اثناء ما بحط بالمسطرين اعبي المكعب، السن كله يتنطور حوالين المكعب ويبقى المكعب شوية مونة، لا ده السن اللي واقع ده ألمه واحطه في قلب المكعب، السن اللي بيقع ده لأنه مكونات الخرسانة. اما اجي اخد الخلطه، اما اخد العينه اخدها من قلب الخلطه ما اخدهاش من اطرافها، مش هخلي العربيه ترمي شويه الخرسانه على الارض واخد شويه لباني من على لا ده انا اخدها من قلب الخلطه من فوق، لان هي دي الخرسانه هي مش شويه اللباني اللي على الارض. مخروط الهبوط، مخروط الهبوط طبعا هو تجربة بتتعمل علشان أشوف قوام الخرسانة طرية ولا ناشفة، هتعشش ولا هتبقى ضعيفة. عايزين ناخد بالنا من حاجة يا جماعة مهمة جدا، وهي إذا كنت عايز أحصل على خرسانة قوامها طري ما زودش المية، زي ما قلنا إن المية تقلل كثافة الخرسانة وبالتالي بتقلل مقاومتها للضغط، لانك بتحط كتير منها يقلل الكثافه. في اضافات رخيصه حجمها مش كبير، فمجرد انها تحط على الخرسانه تطريها وما احتاجش حتى اعمل تجربه الهبوط دي، وفي النهايه بتدي خرسانه اقوى كثيرا من اللي مش محطوط عليها اضافات. ادي التجربه وادي مقدار الجدول، هو مقدار الهبوط بيعتمد على نوعية القطاعات اللي هتشتغل ونوعية التشغيل اللي انا محتاجها، وهي تتراوح قيمة الهبوط في الجدول هو ما بين 10 سنتي و 15 سنتي. كده انا خلصت المحاضرة واشكركم شكرا جزيلا.
شكرا محمد. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. يا ريت لو يعني حد عنده اي سؤال لحضرتك يا ريت لو في حد يتفضل يفتح. يا ريت ربنا يقدرنا ورياهم ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك على وقتك. الله يخليك. لو حد عنده سؤال يا جماعه يتفضل يعني. طيب هو في مهندس وائل ازاي اعمل مفاضلة بين بعض المحاجر بمجرد النظر؟ والله هو يعني المحجر ده محجر ايه، رمل ولا فين؟ هنتكلم عن الحالتين. السن نتكلم على ثلاث حالات، زلط والسن والرمل. نمسك الزلط، هفرق ما بين نوعين من الزلط، كنا دايما نفرق بينهم ايام ما كان في زلط في المواقع. في زلط محاجر ومكسرات. زلط الكسرات هو عباره عن زلط كبير دخل كساره اتهشم واتهز واتفصل واتخلط واتباع. الزلط ده عيبه ان في اثناء تهشيمه بيضعف، عشان كده لما كنا نلاقي زلط كسرات ما كناش نحبزه. اتنين، الزلط حتى لو كان مقاسه صغير وكله مقاس واحد هتبقى الفويدز ريشيو فيه عاليه. هو المطلوب زي ما قلنا كثافه قصوى، يعني الزلط الصغير يخش ما بين الزلط اللي اكبر منه فيقلل نسبه الفراغات. هو ده الزلط الامثل. نمرة الثلاثه، وجود الاتربه والمواد الناعمه. الاتربه والمواد الناعمه زي ما قلنا انها عيب خطير في الركام وبيؤدي الى عيوب، وقلنا مصدرها انه بيزود نسبه الميه المطلوبه للخلط والتشغيل، انه من الممكن ان يغلف الزلط او السن. نمرة الثلاثة انه ممكن يكون فيه مواد اصلا ضارة بالخرسانة. ادي الزلط. السن نفس العيوب اللي اتكلمنا عليها، بس يزيد على السن ان السن الحجر الجيري الذي لا يصلح للخرسانة لونه ابيض. سن الدولومايت لونه رمادي. برضه لازم يكون نسبة المواد الناعمة أقل ما يمكن، ولو في نسبة مواد ناعمة أنا ممكن أطيرها باستخدام كومبريسور، أغسلها إذا كانت كمية الخرسانة مش كتير، أرفضها بقى إذا كانت يعني النسبة زيادة يعني ومش مظبوطة. بالنسبة للرمل، الرمل اللي بيشتغل في الخرسانة هو الرمل الحرش. الرملة الناعمة اللي بيسموها رملة سافية دي تنفع في البياض، ما تنفعش أو في المباني، ما تنفعش في الخرسانة. هي دي النقط اللي أساسا بمجرد النظر نفاضل ما بين النوعيات اللي جاية مختلفة في الموضوع. تمام. يا ريت لو حد عنده أسئلة يكتبها في الشات أو يعمل مداخلة. في مهندس رضا بيقول هل ينفع عزل الأساسات بالبيتومين ونستكمل فوق الأرض خلف التشطيب عزل أسمنتي؟ طبعا ينفع، وده كلام حد يعني عايز يجرب عايز يعرف فوق التشطيب. انا شخصيا في مرحله ما لما ما كانتش الناس لسه مؤمنه بالعزل الاسمنتي كنت بعزل بالعزل البتوميني لغايه تحت البلاط، وفوق ده اقوم عازل عزل اسمنتي، مع الحرص على انه ما يبقاش اللحام بين الاثنين نقطه ضعف. بس انما طبعا ينفع، والعزل الاسمنت البيتوميني في الاماكن المدفونه كويس كويس قوي يعني. تمام. برضه هو بيزود حاجه باشمهندس رضا، من اسباب فشل المكعبات اللي ممكن نقل مكعبات بسبب ان هي اتهزت مثلا او تاثرت او تخلخلت من الداخل، ممكن لم تعالج طبعاً. جيدا بالماء. طبعا انا قلت ده بيبقى زي البيبي. صحيح، زي الجنين الصغير.
تمام. يا ريت مهندس وائل بيقول يا ريت لو نقوم بعمل تصميم خلطة نظري بالأرقام. ينفعش ده كلام؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه داخل في هذا التكوين اختبارات للركام اللي هيشتغل. أنا أصلا عشان أصمم الخلطة بجيب عينات من الركام واعمل لها تدرج حبيبي وبجيب منها ارقام تشتغل معايا. ما ينفعش. انا مش بشتغل حاجه تصوريه او بشتغل في عالم افتراضي، انا بشتغل على حاجه خامه اتوردت لي فعلا من المحجر اللي هشغل. واقول من خلال هذا النوع من الركام وباستخدام هذه النسبه من الاسمنت اقدر احصل على خرسانه، العب في نسبه الركام الخشن للناعم قد ايه بحيث اطلع بالخرسانه اللي انا عايزها، ولو ما نفعش ازود الاسمنت لغايه كام، ولو ما نفعش احط اضافات ايه. تمام. هو المهندس وائل برضو بيستكمل بيقول ان احنا نقوم بتصميم الخلطه بعد وجود نتائج تحاليل معانا، يعني تحاليل المواد اذا كان في مثلا تمام. اذا كان في نتائج لعينات معينه. حضرتك تقصد ان احنا نعملها عملي، نفترض ارقام انا هوجه لحضرتك لحاجه. خش على اليوتيوب في موقع بينتج فيديوهات كتير قوي خاصه كلها بالتجارب المعمليه، وممكن تشوف هناك تجربه هتتعمل قدامك هيتوزن العينات وتتعمل نسبة المحجوز ونسبة المار ويترسم الكيرف ويطلع التدرج الحبيبي ويقارن بالتدرج الحبيبي الاوبتيمم. كل الكلام ده موجود ومتاح. هو بس اللي احنا بنحاول، اللي واحد زي حالاتي انا بحاول اعمله، هو ايه؟ ربط الماتيريال العلميه دي باللي بيحصل في الموقع، من حيث ان العلم فسر اللي بيتعمل في الموقع ويبقى معيار له اللي بيحصل في الموقع مش مظبوط ولا مش مظبوط، ما جرى عليه العاده، ما وجدنا عليه ابائنا مظبوط، ايه اللي فيه مظبوط وايه اللي مش مظبوط، ايه اللي ممكن اتهاون فيه وايه اللي ما تهاونش فيه. بس انما التجربه موجوده على اليوتيوب على طب. تمام. وممكن لو في اي حاجه كالكوليشنز حسابيه مثلا في وجود موجوده، والفني اللي بيعمل نتائج التجربه عمليه راسم معينه الارقام على ممكن ننشرها ان شاء السبوره الله. وبيجمعها وبيرسمها وكده. تمام. لو ان شاء الله في كالكوليشنز دي على نتائج معينه ممكن ننشرها باذن ان شاء الله. الله. اي نتائج يعني مش شرط حاجه معينه، المهم الستبس بتاعتها. تمام. في حاجه مهندس مصطفى ايمن سؤال، في بعض المشاريع بتلزم شركات الخرسانة الجاهزة بعمل ترايل ماكس واختبارها واعتمادها من الاستشاري باختبار الإجهادات أنا مش عارف أنا فاهم صح ولا إيه، يعني تقريبا إن شركات الخرسانة الجاهزة بتلزم بعمل ترايلز أو بص يا يعني بيت، ما هو اللي انا قلته ده يمكن يعني اكون انا ما وضحتش بشكل كويس. اللي انا عملته ده، اللي انا قلته دي كلها ترايلز، سواء بالطريقه الحجميه او صحيح. بطريقه الكثافه القصوى. انا عملت نسب افتراضيه لخلط السن الخشن بالسن الناعم، وعملت نسبه افتراضيه للاسمنت وجربت، المفروض ان انا بكرر ده واجربه لغايه ما اوصل لافضل حاجه ممكنه، افضل نتيجه ممكنه لنسبه الاسمنت للسن الخشن بالسن الناعم التي من الممكن ان انا استخدم فيها السن بتاعي ده علشان انتج الاجهاد اللي مطلوب. ولو ما نفعش انا ممكن زي ما بقول اقلل الميه واحط مكانها اضافات، يعني بفضل اجرب لغايه ما اوصل للخلطه الاوبتيمال. بالنسبه لموضوع الكثافه القصوى، افضل اخلط سن خشن وسن ناعم مع الاسمنت وانتج الخلطه واجرب اشوف الكثافه بتاعه الخلطه دي والاجهاد كام، الكثافه كام والاجهاد، ارسم كيرف كده واقوم معين او احدد
اعلى اجهاد بلاقي عند اعلى كثافه. بس فهي برضو تبقى مساله تجربه، يعني تصميم الخلطه في محتوى كله عباره عن تجربه ترايل ميكس زي الباشمهندس ما بيقول. تاني باشمهندس هو في المهندس رضا كمال. مش مظبوط حضرتك سامعني؟ سامعك كويس. طيب هل ممكن بعض عن الخرسانه السيلف كومباكتد متى بتستخدم ومكوناتها واختباراتها؟ اشتغلت بيها مره واحده في حياتي. والحقيقه أنا كنت أيامها بعمل قمصان عمدان في أحد المواقع نسمع ليها برضه. والحقيقة إن أنا اشتغلت بالنسب اللي قالتها الشركة، وكانت إنتاج شركة باسف مادة بتضاف على الخرسانة، وقيل وقتها إنها بتعمل سيلف كومباكشن كونكريت أو سيلف كومباكتد كونكريت. والحقيقه ان انا حصلت على نتيجه بالغه السوء، والخرسانه كلها على الشيشه، وتبت بعدها ان انا استخدم ده. ولما رجعت للشركه قالوا لي لا انت يعني استخدمت الماتيريال دي مع خرسانه مخلوطه في الموقع. قلت لهم انا بعمل قمصان عمدان وما ينفعش اجيب خرسانه جاهزه، لان كميات الخرسانه اصلا في قمصان العمدان دي قليله. قالوا لي لا ده احنا كنا نقصد انك هتستخدم النسب دي مع خرسانه هتصب بالبامب وجايه من محطه خلط مركزيه وخلافه. قلت لهم حضراتكم ما قلتوليش الكلام ده. الكلام ده كان من حوالي 5 سنين او 6 سنين. انتوا ما قلتوليش الكلام ده وما اشترطتوش ان احنا نشتغل بخرسانه جاهزه ونصب خرسانه بامب. قالوا لي هو ده اللي عندنا. قلت لهم مش هتشتغلوا معانا تاني. ودي كانت التجربه الوحيده للسلك كومباكت كونكريت اللي اشتغلت بيها وفشلت. ومش هقدر اقول يعني اي نصائح اخرى في الموضوع ده لانه ما اشتغلتش فيها تاني. تمام. هل حق اي مهندسين عنده اي سؤال او حابب يعمل مداخله مباشره مع المهندس محمد جوهر؟ المهندس رضا اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس اول حاجه احنا متشكرين جدا لحضرتك على المحاضره الجميله دي. ونشكرك جميل عليك. لا لا جميله جميله جزاك الله خير طبعا عليك اكيد طبعا. ربنا يجزاك خير يا رب. هو بس في استفسار بسيط، يعني دايما في مشكله بتواجهنا في الموقع احيانا لما نكون شغالين في سقف ولا شيء بالذات عند بعض مداخل او مخارج اللي هي لوحه الكهرباء، دايما بيكون في تجميع كبير جدا جدا مواسير الكهرباء واليوتيلتيز اللي موجوده في السقف يعني. طبعا دي بتعمل لي مشكله كبيره جدا في موضوع توزيع الخرسانه وفي الهز وتجربه الخرسانه والكلام ده كله يعني. لو ممكن تعشش في الحته دي ما بنسبه كبيره جدا مهما عملت وعملنا سبيسر بينها وبين بعضها لو عملناها على طبقات كمان برضه ما انت مش بتضمن من ساعه التنفيذ ايه الوضع. ثانيا برضه بعض بتحصل لما يكون التسليح كثيف. ايوه التسليح مثلا باكتار كبيره وعنده اكتر من رئه حيد فوق بعض. صحيح. يعني دي بيكون علاجها هل ان احنا نستعمل خلطه خاصه مثلا زي السلف، لان السلف غالبا بيكون متكونات بحثها بيكون صغير وسلمبا يعتبر زيرو. فبتكلم ده احد الحلول. الحل الاخر ان حضرتك محتاج يعني مهندس المكتب الفني يقعد مع مهندس الكهرباء يحاول ان شاء الله يا رب يعدل مقاس اللوحه، ان شاء الله يرصها على بلايرز او على طبق. نعم بس الكلام ده يبقى معتمد من مهندس الكهرباء. احنا بنعمل كده فعلا فيما بعد، يعني الكلام ده بيعمل فيما بعد اماكن فيها الحته دي مطبله.
انا الكلام اللي حصل معايا فين؟ هقول لحضرتك حصل فين. اتفضل. انا كنت شغال في مشروع ترميم حمام سباحه. نعم. او مجموعه حمامات سباحه موجوده على ليفل معين كده فوق الارض. نعم. وبعدين في حيطه فوق الليفل ده فوق المشايه وفي مشايه اخرى، يعني في مشايه منسوب اعلى الحمام ومشايه نعم. اخرى موجود عليها او دك اخر موجود عليه كافتريات وبتاع. فالحيطه الرأسيه دي فيها اضاءه. نعم ايه تمام. فيها كابلات كتير إضاءة في جسم الحمام وإضاءة يعني على أعمدة كده بين الليفلين وبتاع وأعضاء وإضاءة في الحيطة. الناس اللي نفذت الحمام حاولت تعالج مسألة خراطيم الكهرباء دي بأنها لفت الخراطيم دي أو عملت عليها طبقة من الشبك الممدد. نعم. وبيضتها. عشان الكراكس يعني. أزقت فوق منها سيراميك، السيراميك الفاصل بين الليفل ده والليفل ده. نعم. كل السيراميك ده بعد سنه او اثنين طبل وشرخ ووقع. هيطرع طبيعي يفصل اوتوماتيك. طبعا طبعا لانه السيراميك ملزوق على شويه شبك. على شبك بس نعم. رمل اصلا في شويه املاح. دي كلت شويه الحديد الشبك ده وافضل السيراميك وقع. طبعا محتاج انه يتقصب كويس زي بالظبط اللي بيفرد الحديد. لازم يعمل حسابه ان الحديد الكثيف ده يبقى على ليرز وبين الليرز والثانيه في طبقات فاصله في اسياخ حديد في حاجه تفصل بين الحديد وبعضه علشان ما يخليش الخرسانه تعشر. طب هو احنا والله قدر المستطاع بنعمل في الموقع نفس الكلام، بس هي القصه كلها ان انت برضه ما تضمنش حضرتك ساعات التنفيذ، انت ممكن مش موجود مع العامل اللي بيصب ولا بيهز. ممكن ما يكونش يعني برضه اخذت لما كنا مثلا نمشي اول الخبره الخبره ان انا ابقى عارف ان هنا في نقطه ضعف فاقف جنبها العامل قبلها وتابعها. ايوه ده مظبوط. تمام تمام تمام. شكرا يا باشمهندس. شكرا لحضرتك جزيلا جدا. شكرا أمرك. ربنا يكرمك جزاك الله خير. شكرا لك. اتفضل. شكرا شكرا. طيب المهندس عثمان اتفضل. باشمهندس الله يعطيك العافيه يا باشمهندس. الله يخليك. انا باشمهندس باشمهندس كنت حكيت انت انه في موضوع لما بدي اعزل الاساسات من تحت وكان في عندي فيما بعد او لا حتى مش في الاساسات بالضبط يعني انه بيكون في مرحله ما بدي اعمل تشطيب معين على طبقه العزل. حكيت انه نستخدم العزل الخرساني. تمام. اسمنتي اسمنتي فعليا انت بتقصد في هذا الاشي السبيسر اللي بيصير او السبيسر اللي بيصير بين الحجم اسمع مني بقى ولا انه احط طبقات تانية؟ لا هقول لحضرتك تفضل. كل ما هو مردوم ومعرض للتراب اقدر اعزله عزل بتونين. يعني اقدر اعزل القاعدة المسلحة، اقدر اعزل الميدة المسلحة، اقدر اعزل رقبة العمود، اقدر اعزل الميدة التانية لغاية ما اوصل لمنسوب البلاط، إما بلاط أرضية الدور الأرضي أو بلاط الرصيف. لو حبيت أطلع بالعزل ده اللي أنا عزلته البتونين ده، لو حبيت أطلع بيه فوق منسوب البلاط، فأنا عندي يا إما حيطة متفنشة معمول لها فينش، أو عندي يعني إما متبيضة أو عمود عليه هيتلزق سيراميك أو هيتبيض أو أي نوع من أنواع التشطيب. العزل البتوميني لا يقبل تشطيب، فبستخدم انواع من العزل الاسمنتي. هو عباره عن ايه العزل الاسمنتي ده؟ عباره عن شكاير زي الاسمنتي كده وماده سائله، والاثنين بيتخلطوا مع بعض جيدا جدا ويتحولوا الى حاجه زي مستحلب كده بيدهن بيه سطح الخرسان. الميزه فيه ايه؟ انه شديد العزل، يعني بيعزل كويس جدا ما بيعديش اي مي، في نفس الوقت يقبل انواع التشطيب الاسمنتيه، يقبل انه يتلزق عليه سيراميك، يقبل انه يتعمل عليه بياض. العزل ده في منه عندنا في مصر انواع لها اسماء تجاريه مختلفه. في شركه اسمها شركه تراكو تنتج نوع من العزل اسمه ويزر كوت ريزن. ويزر كوت ريزن. وشركه ثانيه بتنتج نوع من العزل اسمه ميدا
اقول الاسم تاني ويزر كوت ريزن. حلو حلو. الشركة التانية انا مش فاكر اسمها لكنها تنتج نوع من العزل اسمه ميجا بروف سيلري. ميجا بروف سيلري في اكتر من نوع. والعزل الاسمنتي ده بدأ ينتشر لانه بيساعدنا نعزل فوق منسوب البلاط، ويقبل هذا العنصر اللي اتعزل يقبل انواع من التشطيب تتلزق فوق. مش عارف انا كده جاوبت اجابة واضحة ولا ايه يا باشمهندس؟ ممتاز ممتاز ممتاز، ربنا يخليك. شكرا شكرا ليك يا باشمهندس. العفو، الله يخليك. في حد عنده اسئله؟ مهندس رضا بيستكمل يعني على كلام حضرتك، بيقول العزل الاسمنتي قوي جدا يتعامل طبقتين. هو مستر سيلو اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه ايه. طيب الو، السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس معلش بس استفسار تاني معلش، هو خارج موضوع العزل. العزل الاسمنتي هو طبعا هو ممتاز جدا في شغله، يعني اشتغلنا بكتير ورائع جدا في الشغل يعني، وهو يعتبر مرن ولادن، صعب اختراقه شويه يعني، بيتعمل على طبقتين تقريبا وكل لونه رمادي، هو اساسه اسمنتي وبيضاف له ماده اللي هي الماده المصليضه نفسها بتكون سائل ريزن ده اللي هي بتعمل التصلب يعني. هو بيدهن زي الروله زي الدهان عادي، زي دهان الحوائط، روله عاديه جدا جدا وبيدهن، بيستخدم في الخزانات في اي اصل في الحار ديت الحمام، كل شيء بيشتغل كويس يعني. تمام. حتى بيشتغل يوضف المسابح كمان يعني. هو بس السؤال هو تقريبا تكلفته اعتقد اكتر من العزل البيتوميني اللي هو مش هتبقى مش هتبقى اكتر كتير يعني، ما هو اللي عندنا 20% مثلا. لان عندنا البيتوميني ثلاث انواع، في عندنا البيتوميني البارد السائل، وفي حضرتك اللي هو البيتوميني اللي هو الممبرين او الايبيد اللي هو الايبيد. على فكره الممبرين. اسواقهم الممبرين. انا ماشي الممبرين عشان هو شغل متعب شويه وبقرف و و ويتعب يعني، ما بيمسكش على العنصر كويس نعم. والاي بي دي ام برضه نفس الكلام، الاي بي دي ام بس هو طبعا ده عشان موضوع بيمنع تسرب الميه اكتر شويه يعني، هو اللي حضرتك البيتومين ده بيمنع تاكل، انما الاي بي دي ام او الممبرين بيمنع تسرب ميه مع تاكل في نفس الوقت. تمام تمام. هو بس السؤال اللي حضرتك بس موضوع المعالجه كيورنج بتاعت العناصر الخرسانيه. جميل. المعالجه افضل بالميه بالميه ولا الماده اللي هي الشمعيه افضل؟ يعني طبعا انا بعالج عشان امنع ان الميه تتبخر عندي ويحصل كراكس هير كراكس والكلام ده كله، ان الخرسانه ما تفقدش الميه الداخليه اللي جوه. بص احنا ليه بنعالج؟ نعم. اولا احنا بنحط الميه في الخرسانه ليه؟ انت بنحط الميه في الخرسانه لغرضين. عايزين نركز في الحكايه دي كويس على فكره. نعم. احنا بنحط الميه في الخرسانه لاتمام تفاعل يعني عشان لعمل الاماه الاسمنتيه. نعم. يتخلط بالميه فيتفاعل. نعم. الحاجه الثانيه عشان التشغيل. الحقيقه العلميه تقول ان نص الميه اللي بتتحط في الخرسانه 50% منها فقط يكفي لعملية الإماهة اللي هي تفاعل الأسمنت والشكل الابتدائي بتاعه. تمام. 50% بس. وال 50% التانيين أنا بحتاجهم عشان التشغيل. تمام. تمام تمام اتفضل. ولكن تظل الخرسانة بتحتاج مية لفترة طويلة بعد ما تصب. هذه الفترة تمتد إلى شهور، بل تمتد إلى طول عمر الخرسانة. كل ما الخرسانة شربت مية يستمر تفاعل الأسمنت ويزداد تصلبا، فأنا بحتاج المية نمرة واحد لإتمام تفاعل الأسمنت. تمام. الأسمنت لا يتم تفاعله إلا في وجود المية. الحاجة الثانية لأنه بينتج عن تفاعل الأسمنت ده حرارة. تمام. هذه الحرارة تضر الخرسانة، وأنا بستخدم المية الصبح بدري وبستخدمها آخر النهار علشان لما أحط مية على سطح الخرسانة الشمس ما تبخرها وتظل أطول فترة من هنا. وفي البلدان وفي الظروف المناخية اللي فيها درجة الحرارة عالية
بنعمل اكتر من حاجة، بنلف الخرسانة بخيش زي ما كنا بنعمل في السعودية، بنضلق عليه مية عشان يفضل سطح الخرسانة عليه مية اطول فترة ممكن. الحاجة التانية ان احنا ممكن علشان التفاعل ده بينتج حرارة، والحرارة ممكن تبقى مضرة بالخرسانة، بنحط عليها تلج، واللي اشتغلوا في الخليج عارفين الكلام ده. نعم، بس انا حاسس ان درجة الحرارة ما تزيدش على المصنع. المصنع نفسه بيكون عنده مصنع تلج طبيعي وبيجي مع الخرسانة نفسها. تمام. فالحقيقة انه كل ده بيقول ان كيورنج ده من اهم ما يمكن. وحتى لو حضرتك تشتغل وبتكسر خرسانة اتوجدت في المية سنوات طويلة تلاقيها صعبة جدا. تمام. يعني اساسات كوبري بتبقى الخرسانه من اصعب. الناس فاهمه ان الخرسانه الميه بتضر القضم، الصحيح طالما الخرسانه محطوط عليها اضافات تمنع النفاذيه وتخلي الحديد في حاله جيده الميه بتفيد الخرسانه. تمام. فحضرتك بتستخدم ماده شمعيه او بتستخدم الخيش او بتستخدم الميه، هذا الكلام يعتمد على الظروف اللي انت بتشغل فيها الخرسانه. هل عندك درجة حرارة عالية هتمتص الخرسانة من على السطح بمجرد ما ترش الخرسانة مية، فمحتاج خيش أو محتاج حاجة تدهن بيها سطح الخرسانة فتكتم المية جوه ما تتبخرش. الكلام ده بيعتمد على الظروف اللي شغالة فيها الخرسانة. يعني أيهم أفضل؟ أعتقد المية حضرتك تكون أعتقد المية أفضل طبعاً. المية طبعاً أي شيء طبيعي أفضل من أي حاجة. نعم. صناعية. المية أفضل من أي حاجة تانية. هو كده كده أحياناً المية بتصفر بعدين. لان طبعا مش هلتزم، مش هكل، مش عندك الاعمده والفيرتيكال ايمنت بالذات صعب الاجهه بشكل مستمر، لان الميه مش هتقف عليها كتير زي مثلا سطح السقف نفسه او كده، ممكن ترش وما تزود عليه شويه يتشربها بعد الوقت يعني. انما العمود صعب، ترش الميه هتنزل عليه، لازم تلف بخيش باستمرار ولازم ترطب الخيش باستمرار، ففي صعوبه شويه. فبنضطر احيانا ان احنا حضرتك بعد الاعمده دايما اعتبر الشهب يعني عشان موضوع الخيش وصعب الفك وتركيب، وبعدين عشان تشد السقف بعدين ممكن يحصل كمان حرايق او يعني لو ما فيش سيفتي ولا حاجه كويسه، فبيبقى بشكل بعدين في فك وتركيبه وشغل بعدين يعني. فبنلجا لموضوع اللي هو الكيميكال ده. هل ده افضل؟ انا شايف، انا صراحه انا شايف حضرتك من خلال شغلي يعني ان الميه افضل بصراحه، لكن للاسف بنضطر للكيورنج بالكيميكال علشان بس سرعه الشغل والانجاز يعني. او اذا كان الميه هتعطلني زي ما حضرتك بتقول كده. تمام. هتعطلني يعني او مش هتجدي. الله ينور، متشكرين على المعلومات. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك رب. هي بس تاكيدا برضو الكيميكال عشان بعدين لما بيشتغل في التشطيب لازم يصنفر طبعا بحجر قبل ما يشتغل عشان ما يعملش ماده عازله بين مواد تشطيب الدهان او الياسه مع العمود نفسه، خرسانه نفسه، نفسه خرسانه يعني. عشان بس بعض الاخوه ممكن يقولوا ان ده بيعمل ماده شمعيه بتفصل الخرسانه عن التشطيب بعدين، فلازم يصنفر بفرشه سلك او بحجر قبل ما يشتغل بيه، او على الاقل يصنفر او على الاقل الزمبر بدريلا او اي شيء بصاروخ ولا حاجه عشان بس يدي سطح ايه بالفعل سطح مبشكل فيس كامل يعني ونعم يعني. الله ينور عليك. ماشي ماشي. شكرا باشمهندس. شكرا، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. شكرا. شكرا باشمهندس. شكرا باشمهندس. بس جزئيه انه كيف الميه بتفيد الخرسانه فيما بعد، هذه فيها تفسير معين؟ طبعا باشمهندس عثمان. صحيح باشمهندس عثمان. الاسمنت علشان يتم تفاعله، الاسمنت هو ماده حيه، هي ماده ماهيش خامله، هي مجرد ما بتحط عليها الميه بتشك، والشك ده او التصلب ده تفاعل كيميائي لمكونات الاسمنت. هذا التفاعل الكيميائي له مراحل طويله الامد، ما يشتغلش الا لما يعني هذا التفاعل ما يتمش، وبالتالي ما يحصلش التصلب الكامل للخرسانة إلا في وجود المية. مسألة كيميائية يعني، زي بالضبط ما الأسمنت موجود في الشكارة وما بتفعلش، لو حطيت عليه شوية مية بيتفعل ويشك، لو حطيت عليه مية أكتر يشك أكتر ويتصلب أكتر، فمحتاج لمدة طويلة مية. إحنا لأن ما نقدرش يعني نعالجه لمدة أكتر من أسبوع، بنقول إن هنرشه مرتين، مرة الصبح ومرة النهار، وبنسمي دي معالجة للخرسانة، بتساعد على ان الخرسانة تكتسب قوة اكتر في خلال المدة دي. حلو. بس بتوقع انه موضوع لما بنحكي في كباري وفي خرسانة لهيك شغلات بتكون بتوقع إلها يعني خلينا نحكي معايير وإلها
معامله ثانيه غير ما بنحكي في اسقف في بيوت. انا عايز اقول لحضرتك ده اكيد الخرسانه اللي هتبقى مغموره في المياه او في ميه جوفيه بتحط عليها اضافات او بيستخدم مثلا بتكون غير انه مقاومه للكبريتات ومش عارف شو الشغلات هذول كده تمام. لكن اذا توفرت فيها هذه المقاومه للميه والكبريتات وخلافه وجودها في الميه بيزودها صلابه. لان هقول لحضرتك على حاجه، انت لما بتحب تاخد مكعب من الخرسانه وتقول انك هتشغله في ظروف مثاليه مش بتحطه في حوض ميه 28 يوم؟ تمام حلو. لو الخرسان لو الميه مضره بالخرسانه يبقى من باب اولى ما احطهاش، ما احطش مكعبات القياسيه دي ما احطهاش في الميه. صحيح. انا بقول لك حتى ممكن انه ما عشان اقول لو عملتها معامله مش ميه، المعامله المثلى للخرسانه انها تبقى فط في الميه اطول فتره ممكن. حلو. ممتاز كثير ممتاز. لا تحت شكرا شكرا باشمهندس. عفوا الله يخليك تحت امرك. مهندس محمد سمعني؟ مهندس محمد أشرف ألو؟ 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 أيوة يا شمهندس. شمهندس سلام عليكم، معك مهندس رضا. شمهندس معلش. أهلا شمهندس رضا اتفضل. استفسار بس تاني بعد إذنك حضرتك، بس بالنسبة للهز خرسانة احيانا طبعا بنبقى شغالين بالهزاز بتجد العامل شغال ممكن يسيب الهزاز فتره طويله جوه الخرسانه نفسها عشان بيهز كويس يعني. هل في مده محدده يعني مثلا كام ثانيه ولا قد ايه يعني؟ هل في حاجه مذكوره بتحدد مده معينه ولا بتبقى ترجع ترجع الخبره في الموقع؟ انا ما عنديش المعلومه دي، لكن انا عايز اقول لحضرتك ده بيخش فيه عناصر كتير. نعم. انا لو بهز لدرجه ان انا الاقي اللباني طالع يعني النجاره مش متقفله كويس واللباني عمال يهز، ما هو معناها في النهايه اللي هيفضل من الخرسانه شويه سن هيفصله هتسوس هيفصله ده هيحصل فصل سيجريجيشن اوف ده المتوقع. فانا يعني شوف اهم خطوه في الكومباكشن عارف هي ايه؟ نعم. النجاره الجيده. النجاره الجيده هتساعدك انك تعمل كومباكشن وانت مش قلقان. نعم مظبوط. ليه مسمار او 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 امب يعني في الاول ارفع الزوم النجار بيبقى تحت السقف انت عارف زي ما حضرتك عارف انا جرت مسمار ولا نجرت امب زي ما قلت في الاول يعني زي ما قلنا ايوه في الاول مظبوط دي شده امب ولا شده ولا شده مظبوط. النجار بيبقى قاعد تحت عمال يراقب لو لقى حته مش مظبوطه يقول ارفع ارفع الزوم ارفع صح يبقى بتضحي بحاجه على حساب حاجه. أول نعم. خطوة تعملها كويسة للخرسانة إنك تعمل نجارة جيدة. النجارة الجيدة نعم. تخليك تهز كويس. مظبوط. تمام تمام. تمام. قلبك جامد. إنما نعم. لو النجارة ضعيفة هتلاقي نفسك مش قادر تهز كويس. صح مظبوط. تبتدي بقى تلاقي حتت مع الشيشة وتلاقي حتت يا إما تلاقي حتة رقبة عمود ضربت، يا إما تلاقي كاميرا كرشت، يا إما تلاقي دي نقاط ضعف. دي نقاط ضعف يعني اللي هي منطقة التقاء العناصر مع بعضها بتبقى ضعف الرقبة والحاجات دي كلها. بيقفلها الصنايعي في الاخر فتبقى نقاط ضعف في كل الاماكن يعني للاسف. الله ينور. انت بتشتغل فين يا باشمهندس رضا؟ نعم حضرتك بتشتغل فين؟ انا في السعوديه في حاليا استشاري حاليا في الديار السعوديه. شوف في شركه ايه؟ الديار السعوديه استشاري في مكتب الديار السعوديه. انا اشتغلت في خطيب واشتغلت في السعوديه وانا اشتغلت برضه مع خطيب علي ثلاث شهور برضه يعني فتره كده حضرتك يعني. اشتغلنا فترات في المركزيه الداخليه اشتغلت في الكاب 1 وكاب 2 الحاجات دي الكابات ايوه اشتغلت في المدينه فتره قسم الشرطه ومراكز نعم. الشرطه صح. والمحافظات والكلام ما زال شغال واضح ان حضرتك بتشتغل في اماكن متميزه فيها شغل مستوى كويس يعني الله ينور يعني الحمد لله اشتغلت فتره من اول فتره استشاري يعني معظم شغلي كان ما بين الاستشاري ومقاول يعني فده اللي خلاني لحد ما اعرف بيتعامل اشتغال شغلي يعني الحمد لله يعني اشتغلت في مركزيه في مدينه شويه في منطقه مركزيه المركزيه برضه فيها شغل برضه متميز شويه ما شاء الله وحاليا شغالين في شغل رويال الحمد لله برضه يعني في شغل كويس لحد ما شويه ربنا يعينك يا رب يا
ربنا يكرمك ربنا يشكرك. شكرا باشمهندس جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. الله يعزك ربنا يبارك فيك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. باشمهندس جوهر اخر سؤال معلش انا اسف طولنا على حضرتك بس تحت امرك. لا والله سعيد. في باشمهندس بيسال ليس يرجى تلخيص القواعد السليمه لتطبيق العزل الاسمنتي بالاسطح والمسطحات الكبيره. ده كلام كبير. ده سؤال في الجون. ليه بقى؟ لان انا اشتغلت في العزل الاسمنتي وكنت ارتكب اخطاء. طب المهندس محمد عبد الرحمن معانا؟ مهندس محمد عبد الرحمن هي قناه السويس. لا ما اظنش يا فندم. ما اظنش. طيب هو حضر وقع احنا طول عمرنا بنشتغل بالعزل الاسمنتي ثم عزلنا بيه سطح منشأ كبير وبعد ما جربناه لقينا فيه مشاكل فبعتنا للشركة المنتجة للعزل والحقيقة ادونا درس كويس قوي في مسألة العزل الاسمنتي وازاي يبقى يتنفذ بشكل محترم. يعني نمرة واحد يا باشمهندس العزل الاسمنتي زي اي عزل دهان مفروض ما يبقاش على سطح خشن او في نتوءات وفي اماكن فيها يعني فيها نقر لجوه كده فرزه ولا نقر لجوه. فاذا كان في عندي سطح خرساني بالشكل ده لازم اعمل عليه طبقه لياسه تساوي السطح. اول قاعده اني اعمل طبقه لياسه على السطح تساوي علشان ما يبقاش فيه فراغات في سطح العزل. لما اعزل اعزل على سطح مستوي ما يبقاش فيه امكانيه ان في حتت ما طلعهاش العزل. نمرة اثنين العزل ده اضيف عليه ماده منعه للنفاذيه عشان ما يشرخش ويشرخ معاه العزل. الاسف اللياسه احط عليها ماده منعه للنفاذيه. طب ما هي الماده المنعه للنفاذيه؟ في ماده بتضاف على الميه اسمها سيكا لاتكس بنسبه الربع ويتخلط بيها الاسمنت يتعمل بيها اللياسه وتتفرد على السطح. دي بتخلق عند طبقه من اللياسه ما فيهاش شروخ وما فيش فيها نفاذيه وادهن عليها العزل. العزل بيدهن طبقتين طبقه طوليه وبستنى اربع ساعات لما بتنشف واعمل طبقه عرضيه. الحاجه الثالثه قبل ما ادهن العزل ده بدهن ماده برايمر. البرايمر ده عباره عن عزل مخفف خفيف ادهنه الاول ادهن عليه السطح وبعدين ادهن الطولي وادهن بعد كده العرضي وبينهم اربع ساعات على الاقل. بعد كده انا ما عليش العزل ده الا في الصباح الباكر او اخر النهار ما عملوش في الشمس الحامية لان الشمس بتبوظه. بعد كده الاركان اللي بين الحيطة والارضية اعمل فيها ازازة يعني اعمل يعني سطح مدور كده سطح دائري سموز بحيث ان هو يعني لو اتعزل ما يبقاش فيه فراغات. اطلع على الحيطة الى ما شاء الله الى اقصى ارتفاع ممكن اطلع 10 سنتي 20 سنتي 30 سنتي اذا كنت بعزل عزل افقي اطلع على الحيطة بحيث ان ما تبقاش المنطقة اللي بين الحيطة والارضية منطقة ضعيفة او نقطة ضعف. يعني من الذاكرة كده دي اهم النقط بتاعة العزل الاسمنتي. محمد تمام انا اشكر حضرتك. عندي سؤال كده احنا يعني شبه خلصنا خلاص. اتمنى ان يعني الكلام يكون افاد الناس وان شاء الله نلتقي لقاء ثاني. انا بشكرك على وقتك والله. الله يخليك. ماشي يا باشمهندس كل سنه وانتم طيبين ورافع على صدرك. الله يخليك. السلام عليكم. ان شاء الله. شكرا جزيلا وبشكر الجميع. الله عليكم السلام. احنا ان شاء الله بكره عندنا محاضره برضو الساعه 9 ونصف مساء غدا الجمعه عن موضوع يعني كيس استدي متعلقه بمشروع مدينه الابراج مدينه العالمين الجديده.
تمام، والشغل البيم والاستدامه فيها. فاتمنى الناس كلها يعني، نزلت اللينك بتاعها وكل حاجه، اتمنى ان شاء الله الناس تشاركنا بكره وتشرفنا باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. على بركة الله. بس باشمهندس إيه، انا ما وصلني اللينك، اذا ممكن تبعت لي اياه ثاني. طيب انا مش هفصل، ما تقلقش. انا على الشات، حضرتك ممكن تنظر في الشات. طيب تشيك كده على زوم شات. لحظة ماشي، لحظة اشوف. هو اسم الموضوع دور برمجيات، دور البام يعني، ولا sustainability في تحقيق يعني، دور البام في تحقيق السستينابيلتي في مباني مدينة العالمية الجديدة في مصر. تمام. حلو. ده إن شاء الله غدا الجمعة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. تمام. ممتاز، على بركة الله. تمام. الزوم ميتنج موجود، اللينك حضرتك شفته؟ اخذت كوبي عنه، هلقيته بقى انسخه في مكانه بقى اشوف باخذ هذا. تمام. والميتنج اي دي والباسورد موجود. تمام. وانا برضو تحت امر حضرتك، سواء على الجروب على الواتساب او على الفيسبوك، تحت امركم يعني. ان شاء الله. تمام. باذن الله. احنا بنحاول نخلي محاضرات متنوعه في مواضيع متنوعه، بحيث ان ممتاز، هذا شيء كثير حلو على فكره، سواء عن البيم او غير البيم يعني. يعني احنا مش بنركز دايما ايه البيم على طول على طول، عشان الناس برضو يعني ايه، بنحاول نخلي موضوع تنفيذ عن البرمجه، التصميم، كويس. عن البوست تنشن في المستقبل، عن ان شاء الله يعني. فالامور متنوعه ان شاء الله، والقادم افضل باذن الله ان شاء الله. على خير على خير على خير، كل شكرا عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، وحضرتك بألف خير. شكرا جزيلا.